من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ أحبائي، في التأمل السابق شفنا سؤال الجموع: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ وشفنا أن الرب يسوع المسيح له المجد فتح عيني المولود أعمى وأقام لعازر من بين الأموات من بعد ما كان له في القبر 4 أيام وأنتن. والسؤال اليوم: هل يقدر المسيح أن يغفر الخطايا؟ هذه الحادثة أحبائي في إنجيل مرقس إصحاح 2، 4 أحضروا مفلوج دلوا أمام يسوع المسيح. قال يسوع لهذا المفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. اعترض المتدينين الموجودين في المكان وطبعا الفريسيين، وقالوا في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بالتجديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فعلم يسوع أفكار قلوبهم وقال: أيما أيسر، أن يقال لهذا المفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال لهذا الشاب: لك أقول قم. وقام طبعا المفلوج أمام الجميع، وهذا دليل أن المسيح استطاع أن يشفي هذا المفلوج وأيضا أن يغفر خطاياه. لاحظوا أحبائي، لم يعترض المسيح ولم يصحح رأيهم عندما قالوا لا أحد يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده، فقط الله. فالمسيح يغفر ليس مجرد كلاما أو افتعالا، لكن فعلا شفى المفلوج وأقام أمام الجميع وغفر له خطاياه. غفر للمفلوج، غفر للمرأة الخاطئة التي جاءت باكية من ورائه، وهو قال عن هذه المرأة: غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، وقال لها: مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام. ثم غفر المسيح للص على الصليب، قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس. في مرة كان في مريض أو في بركة بيت حزدة، كان في مفلوج له 38 سنة، شفاء الرب يسوع من الفالج، ووجده في يوحنا 5 آية 14 وقال له: اذهب ولا تخطئ لئلا يكون لك أشر. غفر المسيح للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني في يوحنا إصحاح 8، قال لهذه المرأة: أمدانك أحد؟ قالت له: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. ثم قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ فالمسيح يستطيع، يقدر أن يغفر الخطايا. غفر لناس كثيرين، غفر لبطرس الذي أنكره علانية، غفر لشاول الطرسوس الذي كان يقاوم ويضطهد بل يقتل المسيحيين، وغفر لناس وناس كثيرة. فالمسيح يغفر لأنه طبيعته هي طبيعة المحبة. المسيح يغفر لأن له القدرة على الغفران، ولا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. المسيح لم يقل للناس: استغفر الله، استغفر ربك، أو لما قال توما للمسيح: ربي وإلهي، قال له: لا، مش أنا الرب. لكن ما صححش الرأي ولا عارض هذا الرأي، بل أثنى على كلامهم أيضا في هذا الحديث. عنده القدرة على الغفران. ثم أحباء، المسيح يغفر لأنه دفع الثمن بنفسه على أساس الصليب.
تمم العدالة والمحبة في توازن تام على الصليب، لأنه يحبنا غفر خطايانا، ولأنه عادل طبعا الله لازم يدين الخطية، فالمسيح دفع ثمن الخطية. يقول الكتاب المقدس: وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يسوع يقدر أن يغفر الخطايا. يمكن أنت اليوم معذب الضمير ومثقل بخطايا كثيرة، فالمسيح ما فيش عنده خطية مستحيلة أو مستعصاة. غفر إنكار بطرس، اضطهاد شاول، غفر للزواني، وغفر للناس التي كانت تقاومه، غفر وغفر وغفر، يعني أمثل كتير. غفر للمرأة السامرية. وهكذا اليوم أنت عم بتشاهد مثقل بالخطية، مثقل بالأعباء والأحمال بسبب الماضي. الرب يسوع المسيح يقدر أن يغفر كل خطية ويطهرك من كل إثم. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. ألا تأتي إلى يسوع بكل خطاياك، بكل أحمالك، بكل أعبائك، وتقول له: يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي خطاياي، يا رب أنا بتوب عن كل خطية، يا رب أنا بدعوك إلى حياتي، اشفي نفسيتي، اغفر خطيتي، اقبلني لمجد اسمك. وفعلا إذا أنت بتصلي اليوم، الرب كتب اسمك في سفر الحياة. أحبائي، يسوع له السلطان، وهو العالم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء. هو فتح عيني المولود أعمى، وأقام الموتى، وأيضا غفر الخطايا، لأنه هو القادر على كل شيء. على فكرة بحب أسمع منك.